موت سب سب زي ما انت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشتركه معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب هوم دوج زمرو تدريب كلاب البحيره كابتن ابو نور. طبعا النهارده منورنا الاستاذ روميو ان هو قاعد. طبعا الف سلام عليك يا باشا، الحمد لله على سلامتك، الحمد لله اني جيت على خير، الحمد لله الحمد لله. طبعا الاستاذ روميو من محافظه القاهره كان جاب لنا رؤيه يا جماعه، بياخد كورس طاعه وحراسه. تمام، صور الكلب. طبعا كلب بسم الله ما شاء الله، طبعا من ناحيه الشراسه 100%، من ناحيه الطاعه طبعا 100%. ايه رايك في الكلب يا باشا؟ الحمد لله، الله اكبر، يعني الحمد لله اتغير تماما عن مكان هنا تماما. الاول الحمد لله على سلامتك، الله يسلمك، الحمد لله، ربنا يبارك لك لحد كده، ربنا يبارك لك. الحمد لله، نشكر ربنا، الحمد لله. يكفي ان انت في الظروف ديت وجاي تستلم الكلب، يعني دي حاجه كبيره. انا اصلا على عيني ان انا اسيبه الفتره دي كلها والله العظيم، يعني طبعا يا جماعه الاستاذ رومون الله يقويه طبعا وربنا يشفيه يا رب. طبعا مشكله كان يكفينا يا رب الشر ويكفي كل الجميع، كانت حادثه بس الحمد لله جت سليمه. ان يعني احنا عندنا اهم حاجه هو يعني العربيه، مش مشكله. احنا طبعا كل الناس هتدعي في الحلقه دي، خلي بالك، وكله هيقول لك ربنا يقومك بالسلام حبيب قلبي. ايه رايك في الكلب من ناحيه الطاعه؟ تمام زي الفل، نشكر ربنا، حلو. خلي بالك كان مشاكس، لا حلو، كان قطع خالص، لا هو كان مغلبهم اصلا في البيت ومبهدل الدنيا والشراسه وعندي، كان عندي انا شايفك قلقت لما الكلب لقيته ماسك ومتبت. لا هو الحمد لله، هو الشراسه عند الله اكبر. تسلم ايدك، يعني الله يبارك لك، ربنا يبارك لك فيه يا رب. طبعا يا جماعه بقى لي 8 شهور، مش هستنى 8 شهور يعني لو في شك، 8 شهور تبقى في الفرن، مش معقول 8 شهور لغايه ما جه. 8 شهور، واحنا نشكرك على ثقتك ديت. طبعا الاستاذ رومان حاجز بقى له 8 شهور للتدريب وجاب لنا الكلب طبعا،
الحمد لله ربنا قدرنا وغيرناه. تحياتي للزمون وتحياتي لكل محافظة القاهرة والناس الجميلة جدا، ويا رب ربنا يكمل سلامته على خير ويقوم بالسلامة. تحياتي لكم جميعا، ما تنسوش يا جماعة تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.